ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه يتزايد ويصبح أفعال. يا ترى بيجي منين التحدث مع الذات؟ إزاي ممكن نتحكم فيه؟ وإزاي نجعله يعمل لمصلحتنا بدل ما يعمل ضدنا؟ ده موضوعنا دلوقتي. البرمجة الذاتية والتحدث مع النفس ممكن تجعل منك إنسان سعيد ناجح يحقق أحلامه، أو تعيس وحيد يائس من الحياة. يقول الدكتور هلمستيتر أن ما تضعه في ذهنك سواء سلبي أو إيجابي ستجنيه في النهاية. دلوقتي نتكلم على الثلاث مستويات الرئيسية للتحدث مع الذات. المستوى الأول للتحدث مع الذات بسميه الإرهابي الداخلي. الإرهاب الداخلي هو أخطر مستويات التحدث مع الذات. ممكن يخليك فقد الأمل وشعرك بعدم الكفاءة ويكون لك حواجز تمنعك من تحقيق أهدافك. الإرهاب الداخلي بيبعت إشارات كالتالي: أنا خجول، أنا ضعيف، أنا ذاكرتي ضعيفة جدا، أنا ما أقدرش أنزل وزني، حاولت وما قدرتش، أنا ما أقدرش بطل تدخين، حاولت كتير ولكن فشلت، أنا ما أقدرش أصحى الصبح بدري، أنا ما أقدرش أتكلم قدام الجمهور، أنا شكلي غير جذاب. الناس بتبعت إشارات سلبية للعقل الباطن وتفضل ترددها لغاية ما تبقى جزء من اعتقاداتها القوية، وبالتالي تؤثر على تصرفاتهم وأحاسيسهم الخاصة بهم وبالعالم حولهم. المستوى الثاني للتحدث مع الذات هو كلمة ولكن السلبية. هذا المستوى من التحدث مع الذات أفضل من المستوى الأول. الإنسان بيقول أنه يرغب في التغيير ويضيف كلمة ولكن، وللأسف كلمة ولكن بتمحي الإشارات الإيجابية اللي سبقتها. مثلا: أنا عايز أنزل وزني ولكن مش قادر، أنا عايز أبطل التدخين ولكن خايف وزني يزيد، أنا أقدر أصحى بدري ولكن ما بحبش كده، الآن إذا قلت لك إنك ممتاز ولكن، يا ترى إيه اللي هيدور في تفكيرك؟ كلمة ولكن بتمحي دايما كل اللي قبلها، وعلى ذلك الرسالة اللي هيحتفظ بيها العقل الباطن هي أنا ما أقدرش. كلمة ولكن بيستعملوها الناس اللي بيهربوا من اتخاذ قرار فعال. وراء كلمة ولكن وكلمة أنا ما أقدرش هناك خوف بيمنع الشخص من الوصول لهدفه. المستوى الثالث والأخير للتحدث مع الذات هو التقبل الإيجابي. هذا المستوى من التحدث مع الذات هو أقوى المستويات بمراحل، وأيضا يكون مصدر للقوة وعلامة للثقة بالنفس والتقدير الشخصي السليم. الشخص بيثق في قدرته على النجاح ويؤمن بإمكانية تحقيق أحلامه. أمثلة من التقبل الإيجابي: أنا أقدر أبطل تدخين، أنا أقدر أحقق أهدافي، أنا قوي وعندي مقدرة كبيرة، أنا إنسان ممتاز، أنا ذاكرتي قوية. هذه رسائل إيجابية بتدعم خطواتنا بالحماس والثقة تجاه أهدافنا لغاية ما نحققها. وبهذا الخصوص قال العالم الألماني جوتا: أشر الأضرار اللي ممكن تصيب الإنسان هو ظنه السيء بنفسه. لحسن الحظ أنت وأنا وأي شخص في استطاعتنا التصرف تجاه التحدث مع الذات اللي بيسبب البرمجة السلبية، في استطاعتنا تغيير أي برمجة سلبية ونحل محلها برمجة أخرى جديدة إيجابية تزودنا بالقوة لسبب بسيط، هو أننا متحكمين في أفكارنا، إحنا الملكين لعقولنا، وعلى ذلك ممكن نغير فيها حسب رغبتنا. قال إرنست هولمز في كتابه النظريات الأساسية لعلم العقل: أفكاري تتحكم في خبراتي وفي استطاعتي توجيه أفكاري. وفي كتابها العودة للحب قالت ماريان ويليامسون: في استطاعتنا في كل لحظة تغيير ماضينا ومستقبلنا بإعادة برمجة حاضرنا. وفي علم البرمجة اللغوية العصبية هناك مبدأ يقول: أنا مسؤول عن عقلي، إذن أنا مسؤول عن نتائج أفعالي. من حقك وفي استطاعتك أنك تفكر بطريقة اللي أنت عايزها وأيضا في اللي يعجبك. ما فيش حد يقدر يوجه أفكارك، أفكارك تحت سيطرتك أنت وحدك. إرشاد التحدث مع الذات لاتجاه السليم ممكن ببساطة يعمل العجب ويحول حياتك إلى تجربة نجاح وسعادة. أدي لك أمثلة لبعض الرسائل الإيجابية الفعالة: أنا قوي، أنا سعيد، أنا هادي الأعصاب، أنا عندي ذاكرة قوية. ودلوقت هدي لك 5 قواعد لبرمجة عقلك الباطن. 1، يجب أن تكون رسالتك واضحة ومحددة. 2، يجب أن تكون رسالتك إيجابية. 3، يجب أن تدل رسالتك على الوقت الحاضر. 4، يجب أن يصاحب رسالتك إحساس قوي بمضمونها علشان العقل الباطن يقبلها ويبرمجها. يعني ما تقولش أنا قوي من غير ما تكون مؤمن بكده بكل أحاسيسك.
5. يجب أن تكرر الرسالة عدة مرات إلى أن تتبرمج تماما. أعتقد أن دلوقتي عندك ما يكفيك من المعلومات عن التحدث مع الذات أو القاتل الصامت. والآن هذه خطتك علشان يكون تحدثك مع الذات ذو قوة إيجابية.